طبعا معانا في العالم اهو اخ جزائري جاي يشجع طبعا المغرب. اولا احب ابارك له واقول له مبروك، الله يبارك فيك. الجزائر امبارح وبالنسبه لي احسن فرقه لعبت حاليا الحمد في البطوله لله. الجزائر الحمد لله. محرز دليلي حاجه خرافه الحمد يعني. لله الحمد لله. انت جاي النهارده ليه؟ احنا اليوم لمناصره المنتخب المغربي، ولما تكون مباراه اخرى فيها المنتخب التونسي او المنتخب اي منتخب من منتخبات العربيه احنا هنا يعني. بكل صراحه احنا نتمناها تكون كاس افريقيا، ونشكر الشعب المصري للاستضافه الكبيره والطيبه اللي قاموا بها معنا يعني. احنا في بلدنا الثاني بكل صراحه، والله ولدي المره الثالثه اللي اجي فيها هنا. انا سعيد قوي 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 يعني حبيبي. يعني في المره الرابعه راح اصبح اتكلم زي المصري. متوقع الجزائر والمغرب ومصر وتونس يصعدوا؟ انا من الادوار اللي بعد كده اتوقع مين ياخد البطوله. انا عن نفسي هي في هي والمغرب برضه ومصر يعني الثلاثه اقوى اقوى ظهروا اقوى من تونس. شوف تونس يعني ظهور كان باهت في اول مباراه. اوكي احنا لو نتكلم بجد عن كره القدم ونتجنب العاطفه يعني الدور الثاني راح يكون صعب لكل المنتخبات العربيه اي منهما، وخاصه لو يكون منتخب عربي ضد منتخب عربي. يعني احنا نتمنى انه يكون نهائي عربي يعني الله. انت مصر راح تقول تتمنى مصر تاخذها وانا الجزائر اقول لك الجزائر. لو بقى فرق عربيه طلعت حنكمل ورا الفرق اللي هتستمر. احنا المهم يكون المستوى بلد عربي اللي تاخذ البطوله، خاصه مصر ان شاء الله. خاصه احنا نتمنى الكره العربيه بصفه يعني عامه. احنا واحد جزائري واحد مصري جايين يشجعوا المغرب. اوكي اوكي يعني احنا ما لناش دعوه. ايوه يعني احنا واحد جاي يشجع بلد عربي. احنا نتمنى الكرة الافريقية والعربية عامة تتقدم ويكون في مستوى مثل مستوى الكريات الاوروبية. ليه لا، عندنا ملاعب عندنا كل شيء ان شاء الله، ربنا يوفقنا. 1 2 3 وان فيفا لجيري فيفا تونسي فيفا ليجيبت فيفا المغرب فيفا كل البلدان العربية حبيبي. فرصة سعيدة انها بوجودنا معكم. شكرا.